شاء الله يعني تقريبا مكتب مميز، يعني في ارقام دلوقتي الكلام ده ما كانش موجود، كان الاول كله طابور وكده، لا هنا في كراسي بنقعد بناخد رقم زي البنك كده، بيدوس على الرقم بنقوم بنشوف دورنا، لو في مشكله هنا بيقدروا يحلوها الصراحه بيحلوها. تريد تبقى المركز هنا يعني في مراكز زيه كتير معممه كذا مكان باذن الله، يعني اتمناها من الوزاره. نزلها يا بنات معايا في التومين، انا ارمله وبعد كده شالوا واحده، بس فجيت هنا عشان اقول لهم انزلها عشان جوزها مش موجود يعني وكده، اهوت نزلها لي عادي. كل ما جيت قالت لي هاتي كذا كذا، جيت اخذت الاستماره وقدمت على طول. في معامله ادميه فوق يعني كمكان، يعني هو انا شفت تغيير فوق، تغيير شامل يعني. كان في نظام كويس، في حجز بالدور بينتهوا عليه صراحه. هنا من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في ان هم منظمين، والخدمه فوق من فل وعصر. استكشفت ورقي قدامها وحضرتك قالت لها على الطلبات اللي هي عايزاها، لكن الدعم فوق كتعامل 100 فل وعشرة، ما فيش فيها ممنوع. لا قبل كده لا، كنا بنروح مكتب التمويل بتاع امبابا كانوا يعني بيهينوا الداخل، لكن دلوقتي هنا بصراحه كويسين. هو مستوى الخدمه يعتبر معقول وكويس يعني، وعدد الموظفين برضو امكانياتهم كويسه، وممكن ان هم بينجزوا يعني، مفيش تأخير مفيش بتاع، بتكلم الصراحة كويسة. أتمنى إن تفضل الخدمة كده على طول يعني. أنا أول ما دخلت الموظفة اللي على الباب قالت لي عايزة إيه؟ قلت لها عايزة أعمل تظلمات وكده، هي بصراحة اللي كتبت كمان مش أنا اللي كتبت، وكتبت الورق كله وإدتني رقم وقالت لي تستني دورك، وفعلا أنا استنيت دوري. مستوى الخدمة بقى أفضل من الأول بكتير، بالذات إن لما الواحد ياخد دوره ويمشي. هو مكتب نموذجي يعني المكاتب القديمه كانت بتخدم المواطنين بس مش بالشكل اللي هو اداء الخدمه اللي عايزها المواطن. في نظام كل مواطن ليه دور، ليه رقم بيخش بيه، تمام. بقى في مستوى تاني من الاداء ومن الخدمه. هو كمان من مميزات المكتب ان هنا لتاثير على المواطن، موظفه ساعتها او مدير المكتب بنفسها بتنزل لحد المواطن اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، او مواطن مش قادر ان هو يتحرك او يطلع لحد فوق، الموظفه بتنزله بنفسه وبتخلص اجراءاته.